السلام عليكم الإخوة الأخوات الأحرار، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم الخوت نزولا عند الرغبة ديال المشاهدين، غادي نمتاتل لهم وغادي نجاوب على جميع الأسئلة اللي كانوا سألوني. يعني الناس طلبات مني أشنو هو الرأي ديالك في هذا ما بات يعرف بمسلسل السويرح وحميد المهداوي. فهما قالوا لي ان بحكم ان هاد الجوج ديال الاشخاص هما ملكيين، وبحكم ان دائما الملكيين كانوا كيخرجوا ينتقدوا المعارضين وكينتقدوا الجمهوريين، وتيبداو يقولوا فاش كيكون شي صراع ما بين الجمهوريين وما بين المعارضين، تيقول لك وشوفوا هذه هي المعارضه هما مضاربين غير بيناتهم، شوف هادو هما الجمهوريين هما مضاربين غير بيناتهم. فهنا انا غادي اليوم غادي نوضح كل شيء هذا وغادي نمتاتل للمشاهدين وغادي نجاوبكم بكل صراحه وبكل شفافيه. اول حاجه غادي نبغي نبدا بها هو المعارضين والجمهوريين راه ما كيدابزوش بيناتهم الخوت، راه ما يمكنش جمهوري يدابز مع اخوه جمهوري او معارض يدابز مع اخوه معارض، عندهم نفس العدو، هو اللي كيتكرفس عليهم، هو اللي كيعذبهم، هو اللي كيجلدهم، هو اللي حاقرهم، هو اللي يدير فيهم هذا الاجرام كامل. ما يمكنش تكون معارض وتضارب مع اخوك المعارض لصالح النظام، ما يمكنش تكون مناضل جمهوري وكتضارب مع اخوك الجمهوري لصالح النظام، هذه ما كايناش. عاد شنو كاين؟ كاين الاندساس، المندسين والمندسات والشيخات والعبيد والغلمان ديال الحموشي، هادو هما اللي كيبغيو يدخلوا المعارضه بحال السوسه في الاول ولا الجمهوريين، وفي الاخر كيبداو يضربوا فيها. وعطيتكم المثال كيفاش كيديروا، كيكون شي معارض او لا شي مناضل ولا شي جمهوري كيجي يتصاحب معاه الاول الثاني الثالث، وتيبداو يتافيشاو معاه، يديروا معاه فيديوهات لايفات تصاور شويه، واحد كيجبد معاك الصداع ويخرج بدا يقول لهم هذا دار هذا فعل هذا دار، ويلي انت كتفاجئ كتقول لهم ويلي كيفاش انت عارف راسك ما داير والو، وكتجي شويه تخرج لك الثاني تاهو كيبدا يضرب فيك، وانت كتلف كتما تعرف راسك باش تبليتي، اجي يزيدك الثالث غرقتي يا وليدي غرقتي، والناس كتكون شافتكم بعضياتكم، شافتكم في الفيديوهات، شافتكم في كذا، وفي الاخر تيقولوا وراه هذاك هو اللي خايب، وكيطيحوا المعارض الحقيقي، وكيطيحوا الجمهوري الحقيقي، وكيطيحوا المناضل الحقيقي. ولكن هاد القوالب عقنا بها، المعارضه عاقت بها، المناضلين عاقوا بهم. ولذلك منين كانوا كيخرجوا الملاكيين تيقول لك شوف هادو هما الجمهوريين هما مضاربين بيناتهم، ولا هذه هي المعارضه هما مضاربين بيناتهم، هذاك الشيء لا، هادوك مندسين. المعارضه كانت مضاربه مع المندسين، عراتهم ولاحتهم لمزبله التاريخ. المناضلين والجمهوريين كانوا مدابزين مع المندسين والمندسات والشيخات كما قلنا لكم والغلمان ديال الحموشي، وعاقوا بهم الناس ووضحوهم وعراوهم ومشاو تلاحوا لمزبله التاريخ. إذن حاجة مهمة، المعارضة الحقيقية والمناضلين الحقيقيين والأحرار بصفة عامة من جميع الأحرار اللي ما كتبغيش الظلم، ما كتبغيش الديكتاتورية، ما كتبغيش العبودية، راه ما كايناش المشاكل بيناتهم، لأن العامل المشترك الناس كاملة عندها هدف واحد، الناس عندها ما بغاش الظلم، ما بغاش الديكتاتورية تبقى، إذا ما يمكنش نضرب معاك أنا لصالح النظام، من غير كلمة كنعاود نقول لك إذا كنتي مندس أو مندسة أو شيخة أو العبيد أو هذوك الغلمان ديال الحموشي. إذا هذه النقطة حنا وضحناها، هنا غادي ندخلوا نشوفوا هذه الصراعات ديال الملكيين. فهنا كما قلتوا هادو جوج الملكيين السويرح وحميد المهداوي، السويرح ولا ديال المسلسل سميتو حميد المهداوي. المداوي الحقداوي الهضراوي التخربيق الخاوي، لان بنادم ملي ما كيكونش عنده ان ارغومون في الزربه كيخرج يسبك وكيخرج يعايرك وكيخرج، هذه اسهل حاجه لحنا خفات عندنا تخرج تبدا تسب في بنادم، والسبان راه هو اسهل حاجه وابسط حاجه تخرج تبدا تسب في عباد الله، انت مور الكاميرا وكتسب ودير اللي بغيتي، دير فيها سبع اليوتيوب وما عرف شنو، ولكن باش تخرج تناقش الانسان بدون كذب بدون سب بدون دخول في الاعراض، هذه صعيبه عليهم، هذه الافعال ديال الخبيثين ديال الحقيرين، هو اللي تخرج بدا يسبك وبدا يجبد لك مراتك ويجبد لك والديك، هذا ضعيف، هذا انسان اكثر من ضعيف،
لا انا كنقول لكم القضيه اول حاجه المشكله راه ماشي بين السويرح وما بين المهداوي، لا لا لا، المشكل ما بين الحموشي. الحموشي حتى غنسميو الاسماء بمسمياتها، حنا ما غنبقاوش نقولوا غير الاداه 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 وما نقولوش شكون هو اللي كيحرك الاداه، حنا غنعطيوكم الحقيقه. وكنتمناو من هنايا من الصحفي حميد المداوي يوسع معنا الصدر ديالو وما يتقلقش وياخذ هذا الشيء، هذا ماشي شخصي. انت كما كتقول شخصيه عموميه، الناس تطلبنا، الناس طالباتنا نقولوا الراي ديالنا، لان قال لكم كيحلوا اليوتيوب كيلقاو، كيحلوا اليوتيوب كيلقاو السويرح. اذا حنا غنعطيو الراي ديالنا ومن حقنا ننتقدكم، ما كاين حتى شي واحد ما ننتقدوش كما بغى يكون، حنا الملك وكننتقدوه. عاد حميد المداوي غننتقدوك، غننتقدو الاخر، غننتقدو اي واحد باحترام وبادب، ما كنسبو حد ما كنعايرو حد. ننتقدوكم ونهضروا ونعطيو الراي ديالنا لاننا حنا خارجين للاعلام. اذا هنا الناس سالوني قال لك واش حميد المداوي دار خطا كبير منين اتصل كيعتذر من السويرح. اول حاجه نبغي نصحح واحد الحاجه، حميد المداوي انا شفت الفيديو ديالو ما اتصلش باش يعتذر، هادشي اللي قال ووضحها. هو قال اتصلت، قال في واحد اللقطه على واحد السيده قال لي كنعتذر على هاد السيده هادي، الكذاب السويرح المنافق هذا كيكذب، واخا ما يكونش حميد المداوي كاع قال لي كنعتذر على هادي ولا على هادي، هو تيكذب في كل شيء. هذاك اكبر كذاب، اكبر كذاب هذاك، هذا كيكذب على كل شيء، وكذب علينا حنايا، كذب على الناس، كذب على العالم، كذب عليه هذاك. وهذا كيكذب كثار من الحموشي هذاك، حنا كنكيسحب لنا الحموشي هو الاله ديال الكذب، اللي عنده الكذب العابر للقارات والعابر للحدود. وحتى الساعه جا هذا الغلام ديالو وقال لهم ما كتعرفوش، ما قال لهم ما كتعرفوش، هذا عنده الكذب النووي، الكذب الهيدروجيني. واش فهمتوا؟ هذا شد ديك العباره ديال الحميد المهداوي كيقول لي كنعتذر على هذه، وشد بدا كيعاودها كيكرر فيها، هذا كيعتذر، ها هو كيعتذر، ها هو كيعتذر، ها هو كيعتذر. المهداوي انا الراي ديالي كان ما خاصوش يتصل بهذاك، ما يمكنش تتصل بواحد الانسان كيسبك وكيسب لك الام ديالك وكيسب لك الوالدين ديالك وكيسب لك الزوجه ديالك، لان هذيك الطريقه خبيثه ديال الزوجه، هذه طريقه ديال الخبثاء ديال الحقيرين، هذه ما كنتقبلوهاش. حنا ما كنتقبلوش هذا الشيء، ما بين لا يكون بين الملاكين ولا بين اي واحد. ما يمكنش تدخل تهضر على الزوجه ديال واحد الانسان، ما يمكنش، هذه ماشي من الخصال ديال الرجال، والله ما من الخصال ديال الرجال بالله العلي العظيم. شي منين تشوف شي واحد كيسب لك ولا كيسب لك في الوالدين ديالك او لا في الزوجه ديالك، عرفوا والله ما راجل، عرفوا ماشي راجل. من الممكن لك تهضر ولكن ما تسبش، ما تسبش الوالدين، ما تسبش الزوجات. هو كيجي هذا السوير هذا ودائما كيبدا يورك ويعاود يكرر ديك، وانت صاحبي ديما كتقول لي راك عزيز على مراتي وهذا وعزيز على نسيبتي. شتي كيفاش كيدير له؟ هذه سياسه خبيثه، سياسه حقيره، ماشي ديال الرجال، راه ماشي غير اي واحد ذكر راه راجل الخوت. واسمحوا لينا، راه ماشي تشوفوا اجسام البغال وتقولوا هذا راه راجل، لا، راه خا تكون انت تكون هذاك كيتسمى ذكر، ذكر، ولكن الرجوله صعيبه، الرجوله، الرجوله والله حتى صعيبه، وصعيبه على بحال هادو. هذا كيبان غلام ديال الحموشي، كيبان كذاب سخار، كيتسخر، هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. حميد المهداوي عارف، عارف ان هاد السويرح هذا غير اداه، وهو قالها، عارف هو كيتسخر، وهو ماشي كيتسخر حميد المهداوي، هذا راه فهاد السخره اللي هذا راه منبطح على الكرش ديالو، كيتسخر، كيجفف، كيزحف على كرشو في الارض. هذا راه اكثر من السخر، هذا غلام ديال الحموشي، غلام الحموشي. واش ما كنشوفوش هو في اي حاجه، اي حاجه الناس كتهضر على الحموشي، على هاد الجلاد، كيخرج هو كيطير كيغوت، كيخرج كيتالم اكثر من الحموشي، وبزاف، وبزاف هاد الشيء هذا على الدفاع على العموشي، وكتبان خدام ديال الحموشي، كيبان كلشي، كلشي واضح. اذا انا اللي كنعرف هو ملي كتكون انت عارف واحد الاداه ما يمكنلكش تتصل بالاداه. على دابا ملي كتشوف شي بوليسي شاد الزرواطه كينزل على شي واحد بالزرواطه، واش كتمشي تهضر مع الزرواطه؟ هذيك غير اداه باش ضربك، هذيك غير اداه باش عذبك، خاصك تمشي تهضر مع من؟ مع اللي شاد الاداه، تقول لي انت اش كدير؟ واش كدير السي فلان؟ ماشي تمشي تهضر مع الزرواطه تقول لها علاش ضربتيني؟ الا هضر مع السيد اللي شاد الزرواطه كيضربك بها. اذا هنا حميد المهداوي كيبان ليا الخطا اللي دار، هو كنعاود نقولها اتصل، هضر مع الزرواطه،
والزروطه راه ما كتسمع والو. الزروطه راه اللي شاده غيعاود يضربك بيها ويعاود يضربك بيها ويدير بيها اللي بغا. هنا اش غنقول لكم؟ ما غاديش نبغي نعطي العذر لحميد المهداوي او لا ما نعطيهش العذر، ولكن هو اختار، اسمحوا لي، اي غادي عنده صعيبه في المغرب. حميد المهداوي، حميد المهداوي في المغرب ما يقدرش يهضر على الحموشي، ما غيقدرش يهضر على الحموشي، هذا متفق معاكم عليها. صعيبة عنده القضية باش يهضر على الحموشي، هو عارف كل شيء، ولكن ما يقدرش يهضر عليها لأنه في المغرب. لذلك حنا كنقولوا لحميد المهداوي نصيحة، أخوية، أخويا خاصك تخرج من داك المغرب إلا بغيتي تكون مستقل. إلا كنتي عزيزة عليك الصحافة والمهنة ديالك الصحافة، راه خاصك تخرج أخي حميد من المغرب. سمح لي، وأنت كنتي كتقول واحد الهضرة قلتيها في واحد الفيديو، قلتي اللي عزيزة عليه هاد البلاد راه ما كيخويهاش. هذا خطا كبير اخي حميد المهداوي، هذا خطا كبير. ما تنساش ان المتتبعين ديالك راه بزاف الناس على برا، وانت دابا هاد الناس كاملين اللي عايشين على برا ما كيبغيوش الوطن. هذه راك قلتيها في الفيديو ديالك حميد المهداوي، ما نبغيش ندوز لك ديك اللقطه لان كاع يمكن قلتيها عن زله لسان ولا شي حاجه، ولكن راك قلتيها والناس راه كتصنط، الناس راه كتصنط. انت قلتي، كنعاود نقولها لك، رجع للفيديوهات ديالك غير هاد الاخرين هادو وغادي يبانوا لك. قلتي اللي كيبغي هاد البلاد ما كيخويهاش. اسمح لينا، اسمح لي انا نقدر نقول لك اللي كيبغي ديك البلاد اكثر كيخويها، ونعطيك الدليل علاش. اللي كيبغي ديك البلاد فعلا وكيحبها ديك البلاد، والله حتى كيخويها اخي حميد المهداوي. عرفتي علاش؟ لانه ما يقدرش يكون كيبغي ديك البلاد وما يقولش الحقيقه، ما يقدرش. اللي كيبغي ديك البلاد والله ما يقدر يعيش انه كيشوف الظلم وكيشوف الحقره، ما يقدرش يسمي الاسماء بمسمياتها. هذا كيبغي ديك البلاد كيهز حوايجو كيخوي، كيخوي كيمشي يتغرب ويتعذب ويتكرفص وتيخوي باش يكمل يقول كلمه الحق، لانه كيبغي ديك البلاد وباغي يشوفها احسن بلاد. والله العظيم اخي حميد المهداوي اللي كيبغي ديك البلاد فعلا، منين كيوصل للاصطدام كيهز حوايجو كيخرج، كيهز حوايجو كيمشي في حالاته. ما يمكنش تكون مستقل وانت خايف من الحموشي، ما يمكنش اخي حميد المهداوي، والله ما يمكن. كتحاول ولكن راه كتكرفسها انت كتشوف فيها، والله ما يعقلوا عليك دوك المجرمين بالله. وانا عاوتاني هنا ماشي نقول لك خرج للمغرب هي انك تخرج ما توليش ملاكي او لا شي حاجه، لا لا لا، انا كنقول لك قسما بالله الا كنهضر معاك، كاخ في الانسانيه، والله حتى نبغيك تعيش مزيان انا اخي حميد، نبغي ولادك يعيشوا مزيان. انا بعدا هنايا نقولها لك، انا ضد انهم يسدوا لك القناه، هذا اجرام في حقك اخي حميد المهداوي، هذا اجرام، هذه ماشي رجله. الشيء اللي سد لك القناه والله ما راجل، الشيء هذه فعايل ديال الشنايت، فعايل ديال الخبثاء، فعايل ديال الحقيرين. لان انا تنضارب معاك، ما كنتفقش معاك في بزاف د الحوايج، ولكن انا ما نبغيش لك تسد لك القناه، والله ما نبغيها تسد لك القناه، والله تبقى فيا الحال وما عجبنيش الحال. ولكن كنعاود نقول لك القناه ديالك غادا ترجع اخي حميد المهداوي، وهنا كنوصلها للناس، القناه ديال حميد المهداوي غادا ترجع، لان انا شفت الفيديوهات اللي درتي والطريقه اللي شرحتي، ان ناس مجرمين الكترونيين خداو لك الفيديوهات ونشروهم عندهم ومشاو كيعلموا بهم على اساس انهم الفيديو ديالك. هذا اللي دار النصب والاحتيال والشفره وكل شيء تجمع في هذا الخبث والخبائث. وهذه الطريقه هذه داروها مع الاخ محمد حاجب المعتقل السياسي السابق. كان محمد حاجب عنده مخالفه وكان دار الاعلان على اللايف اللي غادي يدير، ودار ديك المينياتور، ومنين بدا اللايف ناضو هما خداو ديك المينياتور داروها عندهم في الفيديو وناضو سينيالاو ضربوا ليه اللايف. المره الاولى جاتهم مخالفه ولو عنده جوج، المره الثانيه دار نفس العمليه وما عاوتاني ضربوا ليه اللايف. تما عاق بالقضيه، راسل اليوتيوب، شرح لهم الموضوع، تفسيرات وداك الشيء، ورجعوا له القناه ديالو، القناه ديالو رجعات. انت اخي حميد المهداوي القناه ديالك غادا ترجع باذن الله، وخاصها ترجع، لان هذا ظلم، هذا التعدو، وهذا ماشي فعايل الرجال. وانت تقول لي ملكيين، هادو ملكيين، هادو هما الخصال ديال الملكيين، وهادو هما الخصال ديال هادو خبثاء حقيرين، ونكونوا مدابزين انا وياك، ما كنتفاهموش، ويكون اللي بغى يكون. والله ما نبغي نسد لك القناه ديالك، والله ما نبغي نقطع على الانسان الرزق، ما يمكنش تقطع على الانسان ديالو الرزق.
لذلك كنقول لك حامد المهداوي نصيحة أخوية أخوية في الله ديال راه خاصك تجمع حويجاتك وتخرج لبرا، راه هادي إلا بغيتي تعيش مستقل، بغيتي كانت عزيزة عليك فعلا الصحافة وباغي تكمل تمارس الصحافة ديالك، وهذه كما كنعاود نقول لك ما تنقول لكش خرج كون ضد الملك، لا لا لا، انت ملكي مع خويا ملكي، دير اللي عجبك، انت غيبان لك وغادي تشوف، انت راك عارف، انا كنقول لك يعني باش تكون مستقل، ما يجيوش يهرسوا لك الدار ديالك، وما يديروش لك هادشي كامل، ما تفكرش كما قلتي ولدك واش ما غتبقاش له مدرسه، كيفاش غنديروا ليه العام الجاي ما العام الجاي، وملي غتكون في دوله ديمقراطيه ما غتفكرش لهذا الهم، هذا الولد غيقرا كما كانت عندك الفلوس ولا ما عندكش الفلوس، الولد غيقرا وما غاديش تبدا تفكر كيفاش غادي ندير ليه المدرسه، سدوا عليا القناه، ها هو مشى ليا مصدر الرزق، هذه ما يمكنش تما تفكر فيها، هذه بعدا ولادك غتضمن لهم مستقبلهم الا بغيتي، اما انت تما كاينات، وانت تما كاينات راك في صراح مؤقت، ها حميد المهداوي، وحميد المهداوي شوف الواقع قدام عينيه، وانت تما صراح مؤقت، المغاربه في وسط المغرب كلهم صراح مؤقت، وبالزربه يديروا لك الرق يدخلوك، وكما داروا لك الرق ودخلوك بدبابه يجيبوك هذه المره يقول لك باغي تدخل الصواريخ، انت يا النواوي باغي تدخلو، ويديروها وعادين يديروها المجرمين، وعادين يديروها المجرمين، والله بغاو تيدخلوك يقول لك باغي تدخل هذه المره طياير الاف 16 والنواوي، هادشي راه ساهل عندهم، دولة ديكتاتورية ساهلة عندها هادشي، ساهل ساهل بالزربة بالزربة كتشوف فيها بعينك، وانت هادشي راك عارفو اخي حميد، عارفو عارفو، راه الحموشي اللي كينزل عليك ماشي ماشي السويرح، السويرح راه غير أداة، والسويرح منين غادي يجي الحكم ديالك؟ منين غادي يجي الحكم ديالك؟ وغادي يديرو بحد ذاته جريمة، شكون اللي عطى الحكم؟ علاش غيتسرب الحكم؟ علاش غيتسرب الحكم والمعلومات وبزاف ديال الحوايج هادشي ما باينش؟ هادشي راه كلشي كيشوفو وكلشي عارفو، وهادو مجرمين خبتاء ما غاديش يعقلوا عليك، الا بغاو راه والله لا عقلوا عليك، وهادشي هذا انت كتشوفو هادشي اللي دايرين معاك راه دايروا معاك الحموشي، هذا السويرح غير اداه، هنا كنعاودو نكرروها للمره الالف، بغيتي تنقد راسك تنقد ولادك ولادك ولادك، فكر لولادك، مستقبل ولادك راه ماشي في المغرب، والله ما في المغرب في هاد العهد هذا، هاد العهد هذا كاينش ديمقراطيه، اما كايناش الديمقراطيه ملي كيخرج الحكم ديالك حامد المهداوي، اما كايناش الديمقراطيه ملي كيجي عندك بنادم مسخر عندك كيقول لك ما تهضرش على هذا الموضوع، وانت فين هي الديمقراطيه اه حامد المهداوي؟ وما كاين والو، وما كاين والو، على ملي جا عندك هذاك كيقول لك ما تهضرش على هذا الموضوع، شكون اللي مسخرو؟ ولا حموشي اللي مسخرو، على شكون اللي مدخل هذاك؟ على شكون اللي مدخل ذاك الجزائري؟ ماشي الحموشي، وراه داك الشيء راه باين اصاحبي، انا راه ماشي تنتقدك يا حامد المهداوي، والله اخويا ما باغي لك الهلاك، حنا باغيين الجميع المغاربه تعيش مزيان، انت كتشوف حنا ما كنتفاهموش في عده اشياء، وانا ما باغيش لك اخويا الضر، ما باغيش لك الشر، انا باغيك اخويا تعيق وتفيق، وباغيش انا ولادك يتعذبوا، هذا الشيء ما باغينه لجميع المغاربه، هذا الشيء هذا كنطلبوه لجميع المغاربه، لكاع المغاربه بغيناهم يعيشوا مزيان، يلبسوا مزيان، ياكلوا مزيان، تكون عندهم فلوس، ورزقهم اصاحبي، واليوتيوب بنادم تابعك عليه، كتشوف اليوتيوب تابعك عليه، ما خدمتي عندهم، ما درتي عندهم، ما طلبتيهم، ما قلتي لهم عطيوني، خدام على راسك في اليوتيوب، كتخلصك ميريكان، اليوتيوب دايره فرانس 24، تي في 5 موند، جميع القنوات العالميه دايره اليوتيوب وكتخلصوا منه، وهما تابعينك على هذا الشيء، وانت كتشوف الاعمال الاجراميه اللي كيديروا معاك، وهذا الشيء اخويا، هذا الشيء اخويا راه واخا تبقى تقول لهم الملك زوين الحموشي عزيز عليك، والله لا نفعك، والله لا نفعك، اللي غينفعك هو هز حويجاتك وسير اخويا الله يسهل عليك في شي دولة ديمقراطية، وعلى الأقل على الأقل تقدر تنعس مرتاح دائما مستقبل ولادك، تما تما راه ما تقول لي وانت تما راك ناعس وما ناعش وهذا، وغدا كما قلت لك يقول لك شي اف 16 دخلتيها ولا شي نواوي جايب شي صاروخ، ويقدروا يغبروك هاد المجرمين هادو، لأن ما كايناش الثقة فيهم، ما كايناش الثقة فيهم، وهذا الى الواحد اللي خرج على برا راه ما دار لا يعني انه ما كيبغيش بلادو، راه قلتها لك راه بالعكس، ملي كتكون كتبغي بلادك وصلتي للحافه وشنو غدير؟ وراه خويتي راك ماشي بالاراده ديالك، راك خويتي لانك باغي ديك البلاد عزيزه عليك وباغي تقول كلمه الحق وباغيها تقدم وباغيها تولي مزيانه ونقيه وفيها الديمقراطيه، وفيها الديمقراطيه وفيها كل شيء كيعيش مزيان، اذا هذا هو الراي ديالي الخوت في هذا الموضوع هذا، انا راه ما كيبان لياش كنعاود نقولها لكم، المشكل ما بين السويرح وحميد المهداوي، المشكل الرئيسي الحقيقي ما بين الجلاد والخبيث مخرج الافلام الجنسيه عبد اللطيف الحموشي، هو
اللي شاد داك الغلام ديالو ديك الاداه وكي كيضرب بها حميد المهداوي. فهاد الشيء هذا كنعاود نقولها كيبين الخبث والحقاره الدنيئه. اذا هنا الخوت كنكونوا جاوبنا لكم على جميع الاسئله، عطيناكم الراي ديالنا بكل وضوح وبكل صراحه، وهنا كنعاود نقولوها، اين هي الاميره سلمى المختفيه منذ 2017 والمعنفه من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ اين هي الاميره سلمى المختفيه منذ 2017 والمعنفه من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ الاخوه الاخوات الاحرار، نتمنى لكم يوم مبارك. موعدنا الحلقه المقبله، السلام عليكم، مع السلامه.